أصدقائي، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز. احنا اسفين جدا اتأخرنا عليكم النهاردة، وان احنا مطلعناش الفترة اللي فاتت معاكم علشان كان في صيانة في القناة. فالنهاردة معاكم وان شاء الله هنرجع تاني في نفس معادنا بعد رمضان كل يوم خميس. النهاردة بيشرفنا في الحلقة النهاردة عندنا حاجات سريعة جدا هناخدها. بيشرفنا المهندس حازم محمد سعيد. اهلا وسهلا بشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. احنا النهاردة عايزين نتكلم ونقول ان في فرص كبيرة جدا انت النهاردة هتقولها لنا للشباب ازاي ان هم يقدروا يحصلوا عليها. عايزين نتكلم الاول على صيانة الموبايلات وخطورة التعامل مع الموبايل وهو بقى مهم جدا في ايدينا. تقول لنا ايه الاول عن الدورة التدريبية اللي انت عايز تعملها للشباب؟ اولا بحب اشكر حضرتك وفريق العمل على الجهد المبذول، وبحب اهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك. كل سنة عليكم. كل سنة بشمهندس. خير واليوم والبركات. ثانيا الهدف من الدورة التدريبية اللي احنا هنقدم فيها دورة تدريبية خاصة بمجال المحمول. حلو. بنعمل عملية تنشيطية لتفكير الشباب. حيل. للحياة العملية. تمام. للتقليل من البطالة، وبنستنتج من الهدف من الدورة التدريبية ديت ان احنا بنشجع الشباب للقيام بدورات أساسية. كويس. للتحفيز عشان نعلمهم ازاي عندهم مهنة. بالظبط نفس اللي انت بتعمله او اللي انت بتفكر فيه. كانت وزارة الشباب والرياضة من سنتين كنا عملنا معهم مسابقة، وكانت مسابقة عن الحرف اليدوية. فده فرصة حلوة جدا ان انت بتعملها، ان انت تخلي شاب من الشباب يعرف ازاي يصين موبايلات، هيقدر ان هو يبتدي مشروع صغير حتى لو هيشتغل على الناس اللي حواليه. تمام. هل مواصفات الشخص اللي لازم يتعلم الصيانة او يشترك في الدورة دي سهلة ولا صعبة؟ والله يا دكتور هي سهلة جدا، بس المشكلة ان هو يبقى حابب المجال نفسه. بس انا شايف ان الموضوع صعب، يعني تكنولوجيا وادوات وحاجات لا اسهل مما يكون. اسهل مما لأن يكون. لان النهاردة ان كل الشباب او كل التفكير بتاع الشباب في المحمول. انت اتفقت معانا ان انت هتعمل لنا دورة مجانية بالبرنامج مخصوص، يعني اي حد هيتواصل معانا على الواتس اللي هيزرع معانا انت توعدتنا ان انت هتعمل لهم دورة مجانية. تحت امرك يا دكتور في اي وقت. طيب نتكلم على التعامل مع الموبايل. انا لما التليفون بتاعي يبوظ وعايز اوديه لحد، ازاي اضمن انه ما ياخدش اسراري، او ازاي اخلي بالي اعمل ايه؟ في حاجة في الضبط اسمها الخزنة العامة. كويس. الخزنة العامة دوت بيتعمل لها رقم سري، بحيث ان احنا نحط عليه الداتا او البيانات الخاصة بيا. تمام. بنحطها على الخزنة العامة ديت. حلو. وفي حاجة تانية اسمها الجيميل او جوجل بلاي. هاي. دوت بنرفع عليه، بنعمل حاجة اسمها مزامنة. تمام. لبعض التطبيقات او بعض الصور او بعض الفيديوهات او بعض الحاجات الخاصة. سلوات سقاب وزي مجموعة كبيرة جدا. بالزبط كده. بنحتفظ بالارقام بتاعتنا. بالزبط. تمام. كل حاجة بتترفع عليه. حاجة كويس. اسمها مزامنة تلقائية للهاتف كاملا. كويس. لما انا اجي ابيع تليفوني ايه المفروض ان انا اعمله؟ بتعمل له حاجة اسمها فورمات. تمام. هل الفورمات اللي حضرتك بتقول عليها ينفع تاني ان انا ارجع الحاجات اللي عليها؟ في اكواد وفي حاجات معينة بس بتختلف من جهاز لجهاز. كويس. فمش هنقدر طبعا نقولها الاكواد ديت، مش هنقدر نقولها تماما. ليه مش هنقدر نقول؟ طب نقول حاجة منهم. هنقول كل نوع وكل صنف. نقول فاحنا بنعمل حاجة اسمها وضع الريكفري. ايوة. بنمسح الداتا كلها كاملة مكملة. تمام. من على الموبايل. حلو. لما بنيجي نمسح الارقام اللي على الموبايل اللي احنا نمسحها مسحناها، انا بتكلم على هعمل فورمات للجهاز. في عندنا اللي هي اعاده ضبط المصنع، بس هل وانا ما بديه لحد وانا عملت اعاده ضبط المصنع هو ما يقدرش يرجع كل البيانات اللي كانت عليه قبل كده، صور فيديوهات؟ من الصعب ان هي ترجع. لكن مش فيش برامج تقدر لا ترجع؟ لا 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 لا. يعني لازم كل حاجه اسمها هاكرز. تمام. لو قبل ما فرمت الجهاز. قبل ما فرمت الجهاز. قبل ما فرمت الجهاز. كويس. طيب لو انا حصل ان الجهاز بتاعي الشاشه بتاعته اتكسرت وعايز اوديه لحد. تمام. ايه الاجراءات الاحترازيه اللي لازم ابقى واثق وانا بديهوله ان هو مش هيتلاعب بالبيانات الموجوده جوه؟ ما انا بقول لحضرتك يا دكتور في حاجه اسمها بصمه دلوقتي. كويس. بقى في حاجه اسمها ايميل اللي هو الجيميل دوت، برفع عليه كل بياناتي وبعد كده بقدر ان انا امسحه. طيب ايه رايك في الناس اللي بتحط كل بياناتها او كل اللي مصادرها على الذاكره، كارت الذاكره؟ بتنصحهم ان هم يبقوا دايما على الجهاز ولا يبقى موجود على كارت الذاكره؟ ولا بنصح بدوت ولا بدوت، هو حاجه اسمها جيميل. كويس. ده نحتفظ بيه. الجيميل دوت نحتفظ بيه في لا قدر الله سرقه المحمول، في لا قدر الله اي حاجه تحصل في الجهاز ان انا اقفل من خلاله الجيميل. تمام. يبقى كده ما حدش هيقدر يخش على اي داتا لي. كويس. طيب ايه الانواع
الموبايلات اللي انت تنصح بيها؟ لان احنا تعرف ان البطاريات دلوقتي بقت تتعبنا كل ما بنمشي. فايه الحاجات اللي ممكن تنصحنا ان احنا ممكن نشيلها، وايه بعض النصايح اللي تقولها لنا لما نيجي نشتري موبايل نبص على ايه، او هنبتدي ان احنا نتخلص من الموبايل اللي معانا، نحاول ان احنا ايه الاجراءات اللي لازم نخلي بالنا منها؟ كل واحد على حسب مهنته دكتور بالنسبه أوكي. للموبايلات، بحيث ان في مثلا زي مثلا بالنسبه للشباب او الشباب الصغيرين في السن الصغير طبعًا. بيحتاج لالعاب، فبنحتاج ان هو يبقى بجرافيك عالي كويس، فبنحتاج لرامات عاليه، كارت طبعًا. شاشه اعلى، بوزيشن بتاع الكاميرا، الكلمات دي كلها بتفرق تمام. فبتختلف من كل طايفه لطايفه في اختيار نوع الموبايل حلو، بس اللعب الاساسي كله نوع البروسيسور بتاع الجهاز بيختلف، الكاميرا بتبقى اعلى، الرامات بتبقى عاليه، ثمن النواه او رباع النواه، اصدار الاندرويد. طيب نصيحه، يعني انا جبت مره كنت ماشي فلقيت حد بيبيع شواحن، فكانت رخيصه وكان شكله حلو، فجبته وحطيته في التليفون في البيت، خمس دقائق وضرب طيب. انا صاحي ايوه فتخيل ده ممكن طيب. يحصل وانا نايم. النصيحه طيب. اللي انت تقولها لي لما اجي اشتري شاحن للتليفون. للاسف ان قطع الغيار بقت مشكله صعبه بالنسبه لنا كتيره جدا، والغش فيها بقى كتير. فللاسف ان الشعب بتاعنا بيدور على السعر والشكل ماشي، فاحنا مالناش دعوه بالسعر والشكل. هايل. انا رايح دلوقتي اشتري اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بتجرب الجهاز، بتجرب الشاحن وانت بتشتريه لمره واحده، لمره واحده بتشوف كفاءته قد ايه. كويس. اعرف كفاءته منين؟ يعني تعرف كفاءته ان هو شاحن معاك 100%. تمام تمام كده. كويس. هتجرب البطاريه بتاعتك بتقعد نفس الشكل الطبيعي اللي انت اول ما اشتريت التليفون، هل بتقعد فيه ولا لا؟ وفي شاحن ممكن تقعد فيه 8 ساعات على ما يشحن، في شاحن بتقعد معاه ساعتين، بتختلف من شاب لشاب او من حاله لحاله. طيب انا كان معايا موبايل سامسونج جالاكسي 3، و طب معانا مكالمه وبعدين نكمل كلامنا. الو. ايوه. الاستاذ محمد عبد العزيز مدير راديو القاهره الكبرى. ايوه اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور حضرتك الف مبروك لتوليك المنصب الجديد، وربنا يقويك يا رب، وعايزين القاهره الكبرى 102.2 اف ام في رمضان نسمع فيها حاجات ومسابقات جميله جدا معاك. بوجود عدد كبير من مبدعينا اللي بيشاركونا السنه دي موسم رمضان، ومنهم الاستاذ محمد هاشم نفسه اللي يعني هيسعدنا. حبيبي بتعاون. صديقي، وانا سعيد بجد بان انا بتواصل معاك النهارده، بس عايزين نفرح كل مشاهدينا بالمفاجآت اللي عاملاها اذاعه القاهره الكبرى. والله احنا عندنا يعني حاجات كتيره جميله، مش عارف ابتدي بمين عشان ما حدش يزعل مني، لكن انا هقول لحضرتك يعني معانا الاستاذ فاروق جويده يوميا بيقدم لنا احلى قصائده، ودي يعني حاجه حصريه رغم محاولات كثيره قام بها انا وغيري، لكن الاستاذ فاروق جويده يعني اختارنا انه يدينا السنه دي احلى قصائده في هذا البرنامج اللي هيبقى يومي. وانا اصلا علاقتي بفاروق جويده ممتده من ايام الثانويه العامه لما اخذت جائزه احسن القاء على مستوى الجمهوريه. ما شاء الله عليك. ملعون يا سيف اخي، لو حضرتك تفتكرها يعني. كانت بتتكلم عن حصار طبره وشتيله. تمام. فعلاقتي بيه ممتده، وهو يعني بيكللها النهارده بهذا البرنامج المتميز ان شاء الله. وانا احييك على ذلك. لا هو يعني هو اضافه لينا ومكسب كبير ان هو يساعدنا. اكيد طبعا اكيد طبعا. معانا كمان برنامج يومي اسمه حوار الكبار. حيث. ده بيقدموا كبار الاذاعيين اللي تقاعدوا من الخدمه، لكن عندهم علاقاتهم وعندهم مصادرهم وعندهم ما يعني يمنعونه لمستمعينا، فاحنا بحكم بقى الدلال وان هم اساتذتنا، فاحنا لجانا ليهم كتلاميذ، وطلبت منهم ان هم كل واحد يعمل لي حلقه مع شخصيه عامه كبيره من الشخصيات اللي يحب يكلمها، ولم احدد لهم موضوع ولم احدد لهم محاور، لان هم يعني اساتذه هيختاروا صح الضيف وهيختاروا صح الموضوع. بحييك على الفكره الرائعه بجد والله. ربنا يخليك ربنا يخليك. عندنا كمان الاستاذ الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي اداره وتحرير الدستور،
وعنده تجارب يعني تلفزيونيه واذاعيه، اثرنا هذا العام انه يدينا في الانجاز عباس برنامج 5 دقائق حوالين قضيه، وهو اختار مصطلحات ومفاهيم مجتمعيه شايف انه فيها ما هو سلبي وهناك ما هو ايجابي، فبيحاول ان هو يعني يوضح السلبي والايجابي من وجهه نظره، لان دي حاجات ممكن نختلف عليها. عندنا كمان الدكتور طارق عباس، وده ملحن كبير وكاتب صحفي ويعني استاذ ادب عربي، وهو بيعمل تجربه مختلفه، مش هو لوحده، هو والسيده حرمه مدام منال عاملين غنوه واسمها اكله وموال مع طارق ومنال. هو بيتكلم عن حد من كبار ملحنين ومطربين، وهي بتتداخل بتقدم اكله. فالحوار انساني حميمي في البيت، حتى يعني اولادهم بيشاركوهم في الحوار علشان خاطر نبين الحميميه دي. انا شخصيا عندي برنامج اسمه ارشيف صحفي، بأحاول فيه كبار الكتاب والصحفيين حوالين التسجيلات الصوتية اللي محتفظين بيها لحواراتهم مع كبار المجتمع. هايل. أن أنا ألقط الحاجات دي اللي هي الإذاعية دي، وباخد الحاجات دي نضيفها لمادتنا، بحيث أن احنا نعمل يعني جو من الآخر بناخد هذه الكنوز اللي مش عندنا في الإذاعة ونضيفها لمكتبة الإذاعة. عايزين نقول لكل المشاهدين اللي بيشوفونا النهاردة يسمعوا إذاعة القاهرة الكبرى في رمضان، هيلاقوا فيه حاجات كتير معاك. 102.2. تحب تقول لمين كل سنة وانت طيب؟ أقول لحضرتك ولكل المشاهدين، وإن شاء الله نلتقي على خير دائما. رسالة أخيرة من حضرتك للشعب المصري بالكامل. يعني ما أسعدنا بوجود قيادة سياسية واعية تحافظ على الأمن القومي للبلاد وتحافظ على مصالح وتحقق إنجازات في ظروف عالمية للأسف يعني لا تشجع، لكن نحن يعني بروح مقاتلة بنحقق إنجازات تحسب في التاريخ. بشكرك جدا يا فندم، بشكرك جدا استاذ محمد عبد العزيز مدير راديو القاهره الكبرى. انا كنت سعيد جدا 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 مع حضرتك بجد يعني المداخله، ونسعد ان شاء الله باللقاء الدائم. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. نرجع تاني نقول الخدمات اللي حضرتك بتقدمها ايه بقى؟ عندنا خدمات الدكتور بتاعه الشحن الذكي. الشحن الذكي مفهومه بقى، خدمات الشحن الذكي اللي هي عباره عن شركات بدون استثناء، شركات فوري، امان، تمام. بنقدم في الشركات ديت شحن على الهواء، كروت شحن، دفع فواتير كهرباء وغاز وميه، تمام. دلوقتي فيها تراخيص سيارات، فيها دفع اقساط، فديت بتسهل للعميل ان هو بدل ما بيروح الشركه يدفعها او الضغط والتزاحم على السنترالات سواء فواتير النت او الكلام ده كله، فبتدفع من خلال خدمات فوري وما شابه ذلك. عندنا خدمة برضو اسمها خدمة الخدمات الحكومية، ان احنا بنستخرج الخدمات الحكومية، الاوراق المطلوبة اللي هي شهادة ميلاد، شهادة وفاة، قيد عائلي، بطايق تجديد وانتهاء، وده كله. فده بنسهل للعميل او بنسهل للمواطن الكبير في السن او صغر السن ايا كان هو فئته، بنسهل له ان احنا بنخلص له كل اجراءاته وبنسلمه بطاقته. طيب لو حد عايز يتواصل معاك ويقدر انه يوصل لك علشان الخدمات دي، تقول لنا رقم تليفونك. تمام، 051 051 60 200 93. تاني علشان نكتبه على الشاشه، 051 60 293. طيب نيجي تاني، على نرجع تاني للدورة التدريبية علشان المفاجأة اللي انت عاملها لنا، ان احنا هنختار 10 من الناس اللي هيبعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة علشان ينضموا للتدريب الخاص على صيانة المحمول. علشان يبقى عندي تدريب خاص على صيانة المحمول، ايه الادوات اللي لازم تكون بدائية معايا؟ بدائية بتبقى كاوية والجفت بتاعك والباتولا اللي هي الفتاحة، المفكات بتاعتك دوت مبدئية. تمام. وبعد البنوط العريضة ان انت هتاخدها، طبعا لسه بقى في افوميتر. طب نقول في رقم مرة تانية، 051 60 293. اخر مرة، 051 60 293. اوكي نكمل الكلام. طيب ما حاولتش الفترة اللي فاتت ان يعني انا سمعت ان في مفاجأة ان انت في عرض ان انت هتدرب في مكان ما قريب جدا، و
ان هل دي اول مره تدرب فيها ولا انت بالفعل دربت قبل كده مجموعه من الشباب وفي ناس بالفعل موجودين في المجال العملي؟ دربنا اكتر من مجموعه هيل. والحمد لله دلوقتي اصبحوا فاتحين محلات وشغالين ومراكز صيانه محترمه. فاحنا الهدف من الدوره دي يا دكتور ان احنا عايزين قوه بشريه ونجتمع كشباب هيل للتخفيف من البطاله. والخدمه ديت مش شرط ان انا اشتغل حكومه، لا انا بوفر خدمه للشاب او الشابه طبعاً. يعني في دلوقتي في سوق العمل عندنا في مجال المحمول النسات بتشتغل صيانه محمول تمام، فمش شرط ان هو شاب بس تمام. في اخيرا يا جماعه، تحت رعايه المهندس محمود الفرماوي الامين عام لقسم المرج لحزب مستقبل الوطن، تم احتفالية كبيرة لعدد من أمهات المثليات في حضور أعضاء مجلس الشورى الأستاذ ناجح جلال والأستاذ خالد مصطفى وأعضاء مجلس النواب الأستاذ أحمد علي والأستاذ محمد رضا، بحضور شخصيات عامة الحاج السيد جلال. وتم توزيع عدد من رحلات العمرة على المجموعة من السيدات الفائزات بالأمهات المثليات بحضور كل من الأمناء المساعدين الأستاذ محمود الصغير الأمين مساعد والأستاذ عماد مراد والأستاذ أحمد حلمي والأستاذ وأمين التنظيم الدكتور أحمد حشيش. وطبعا كان تحت كل ده تحت مظلة أمانة المرأة الأستاذة أميرة غريب. وعايز أقول أنه كان ليه مجهود كبير جدا الأستاذ خالد منصور والحاج صبر عبد التواب على نجاح هذه الاحتفالية اللي دايما حزب مستقبل الوطن في أمانة المرج مع رعاية المهندس محمود الفرماوي بيقوموا بفعاليات كتير جدا ومساعدة مجموعة من الشباب، وإن هم دايما على طول بيفرحوا شبابهم وبيفرحوا كل الناس الموجودين. أنا بشكرك باشمهندس حازم محمد سعيد، وبتمنى وتوعدنا إن أنت على طول تكون معنا ونقدر الفترة اللي جاية والمرة اللي جاية إن احنا ننشر أكتر اللي انت عايز تعمله، وكمان نجرب ونشوف المره اللي جايه في الحلقات اللي جايه مجموعه من الشباب اللي انت دربتهم وكمان نصور معاهم علشان نقول فعلا ان احنا هنا في برنامج كل الناس بنقدر، كل الناس نيوز بنقدر نخدم شبابنا وهو ده الهدف الاساسي. انا بشكرك جدا انت كنت معانا النهارده. شكرا. بشكركم جدا وبشكر كل فريق العمل، واعذروني على التاخير النهارده، لكن بشكر كل فريق العمل اللي كان موجود معانا ورا الكاميرا. كان معاكم محمد هاشم، استنونا بعد رمضان كل يوم خميس من الساعة 3 ل 4 في برنامج كل الناس نيوز. أشكركم.